اهلا بنات، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا كلياتكم بالف خير يا رب. يا اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، يا اهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضمت بقناه جديد. اشتقت لكم كثير، هيك ضليت كم يوم ما عم صور صراحه، اعطيت لنفسي شويه راحه لانه لما عم اضغط حالي بالتصوير كثير، اولا ما عم يكون عندي افكار لحتى اصورها اوقات، ثانيا اوقات بحس انه لازم هيك شوي ارتاح من التصوير، من المونتاج، من الوقفة، عرفتوا؟ يعني أنتوا لما بتطبخوا طبخة ممكن تاخد معكم ساعة، ساعة ونص، بالتصوير بتاخد ساعتين، ساعتين ونص. فقلت خلاص هيك باخد راحتي وبشوف. أول ما بحس إنه أنا قادرة أقوم صور وعندي قدرة أني صور راح أقوم صور. فوالله فقت بيومة وكنت في شغلات أنا مصورتها من قبل، وهذا الفيديو كمان صورته من قبل بس ما عم منتج، كمان ما كان ما كان لنفس منتج، كمان هاي مشكلة تانية. هيك انه قلت خلاص باخد راحة، انه بقعد برتاح بعدين بصور وبمنتج على راحتي وكذا. فصورته ضليت يومين لحتى منتجته، عرفتوا؟ فمثل ما لكم شايفين بالفيديو، اول شي اجت لعندي رفيقتي كان جايبة هدية لوتين، الله يرزقها يا رب. وبعدين امتى عملت لواتين جلسة تصوير، انه بيوم عيد ميلادها صورت كتير صور ما كانوا ظابطين، فنحن هيك كان بدنا على السريع وكانت الدنيا عتمة فما كتير طلعوا صور حلوين. فخليت الزينة لتاني يوم، قلت لحتى ارجع صور هيك صور اصبط احلى. وبعدين شلت الزينة وبلشت هيك نظف الصالون، رتبة ما بحب خلي شي بالصالون ابدا ابدا، بحب يكون فاضي عن جد، بحب يكون هيك، بحب دائما غرفي ما تكون فيها كتير شغلات. فعندي حابة أغير الديكورات بالصالون، قلت لكم من قبل إنه حابة أغير، بس بدي أجيب شوي شوي لأنه أنا مو أي شي بيعجبني، مو أي شي بيدخل مخي. أنا بحب الشغلات الكلاسيكية اللي ما بتنتهي موضتها، يلي ما تكون تريندي طالعة ترند. بحب الشغلات تكون مانا مزعجة للعين، ما تكون كتير ملونة أو فاقعة. فكتير بحتار لحتى أجيب هيك ديكور يكون حلو بغرفة النوم أو بالصالون، بنفس الوقت ما يكون كتير معجق وما يكون كتير فيه حركة. فجبت هاي المزهرية كتير 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 حبيته، وجبت هدول الوردات، أنا كتير بحب وردة التوليب، بس بما أنه ما بنقدر بنحط وردة التوليب فعم حطيت ورد اصطناعي. صراحة كنت حابة أجيبه أبيض لكن ما لقيت، لقيت هذا الأصفر فجبته انه يفي بالغرض. طبعا قبل ما احط المزهريه شلت الشغلات اللي كانوا على طاوله التلفزيون، خلاص ما عاد احطهم. هلا صرت به فكره، مو فكره، انا من زمان هيك بس لاني بصور. يعني هلا انا من النوع اللي مستعد انه خلي المكان فاضي على انه حط اغراض ما انا حلوه او معجقه كتير او كتير مو ذوقي يعني. فخلص قلت بخليه فاضي احسن من اني احط شغلات انا ما ظابطه على صالوني او مو ذوقي او ماني حاببتها صراحة. فشلت الشغلات اللي كانت على طاولة التلفزيون، تركت بس هذا المعطر وتركت هاي المزهرية اللي عليها وردات. كمان مع الأيام حابة أجيب هيك في شي حاببتهم كتير على ترندي اللي رح أجيبهم حطهم مكان المعطر. يعني هون كمان خزانة الكتب قلت كمان بدي أشيل كل شي فيها، خلص بخليها بس للكتب، وأنا مع الأيام عروة بهداوة بجيب الشغلات اللي بتزبط للمكتبة، شغلات كمان اللي تكون موضتها ما بتخلص، مثل الشموع، مثل حابة أجيب زرعة أحطها هيك فوق هاي الزرعة اللي نازلة، حابة أجيب أحطها فوق الخزانة، بس كله شوي شوي يعني هيك كله مع بعضه ما حيكون حلو. ما بدي أعجق حالي، ما بدي كمان لبك حالي، وبدي أخذ راحتي هيك ووقتي لحتى نقي الشغلات يلي أنا حاببتها وحابب أحطها تكون مناسبة لصالوني، مناسبة للألوان، مناسبة للمكان اللي بدي أحطه، مثل هو مكتبة الكتب مو أي شي فيني أحطه. بصراحة كنت أنا حاطة شغلات هي ما أنا حلوة أو ما بتزبط على صالوني،
لكن مش هنعبي الفراغ. فلا خلاص قلت مستعد انه تكون طلعتيش المكتب على صباعي فارغة لانه او انا عندي فاضية الاوض كتير على صغار، انه حط شغلات فكتير ما بحب فكرة بتزبط اني فيه. احط طاولة سفرة بالصالون، طبعا لما يكون عندي صالون كبير، او احط طاولة كمان صغيرة هيك بين الكنبايات عادة عن الطاولات الصغار يعني. لكن الصالون عندي كتير صغير و ما في مجال تلعب فيه بنتي، انا بنتي بتلعب بالصالون، ما حيضل عندها مكان تلعب فيه يعني. هدول فواصل الكتب حطيتهم كمان فوق. كمان السبب اللي خلاني صراحة كمان انه ما صور يوتيوب، وانه بنتي كانت مرضانة، بعتقد الكل هلأ مرض هيك بتطلع شي مثل جرثومة او انفلونزا او شي هيك بشي بيشبه اعراض الكورونا كتير. فصراحة حقيقة يعني اي حدا عم يشوفه عم يكون ابنه مرضان، اكتر شي الاطفال عم يصيبهم، عم يكون ابنه الله يعافي ولادكم يا رب عم يكون هاد. فبنتي كمان مرضت بهذا المرض كمان، هو عبارة بيجي عن بلغم، قريب، حرارة، رشح، بس الحمد لله بنتي ما ارتفعت حرارتها يعني، بس بلغم كتير عم يصير عندها وقريب. فاليوم هيك يومها يعني وقتها كنا مصحصحين انا وهي كمان مرضت طبعا، فصورت لكم قلت بشارككم وتحكوا لي شو طابخين اليوم، شو عاملين اكل، يلي الشيء اللي انا بحتار فيه كل يوم، كل يوم بحتار فيه. فانا بيومها طبخت فهيت، عفوا مو فهيت، شيش طاووق، عملت شيش طاووق وعملت جنبه رز بيومها، عملت هيك وعملت عرب كيك. هلا بشارككم كتير طلع كتير 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 طيب. بعد ما خلصت كل الصالون رشيت هيك معطر جو وخلصت كل شيء. انا بحط معطر الجو بالصالون لانه بستخدمه كتير بالصالون وبرش اكتر شي، ما كتير برش بغرفة النوم لانه بنتي شوي عندها حساسية. هلأ بعد ما خلصت عندي هون المراية هي كتير كتير موسخة، بنتي احيانا بيكون ايديها موسخين بتحطون عليها هيك متوسخة، فرشيت لها كمان هيك نظفتها كلها ياتا. حاولت انه نظف الشغلات اللي انا مأجلتها، الشغلات اللي انا عم تزعج لي عيني يعني هيك لما اشوفها بتضايقني. نظفتها كل الغبر، خزانة الكتب كانت كتير في عليها غبرة كتير كتير بس ما بيبين على التصوير، فنفضت الغبرة مسحته. وبعد ما خلصت قلت لها اعمل كيك، وبأثناء ما الكيك حطها بالفرن وتطبخ اقعد اشرب لي شي ساخن روق فيه. حطيت اول شي صبايا 6 بيضات، انا بدي اعمله لانه طبقات، حطيت 6 بيضات، حطيت كمان بتكون انتو حطوا 4 بيضات عرفتوا، نص الكمية حطوا اذا بتكون كمان، حطيت 6 بيضات، حطيت كاستين ونص سكر، حطيت كمان ظرف فانيليا وقعدت اخفقهم كلياتهم مع بعضهم لمدة شي 5 6 دقايق لحتى صار عندي القوام مثل كريمي فيه رغوة عرفتوا كيف. بعدين حطيت 3 كاسات طحين، حطيت كمان بيكنج باودر وبس، حركتهم كلهم مع بعضهم، دهنت الصينية زيت وحطيت عليه ورق الزبدة مشان ما يتحرك، وبعدين حطيته فوق ورق الزبدة. اخترت الصينية تكون كبيرة لحتى قلتلكم اعملوا طبقات، ما بدي اعملوا هيك قالب واحد، فحطيتهم بقلب الصينية وحطيتهم على الفرن. كان خلال 12 دقيقة بالضبط صاير، ليش؟ لانه عندي الصينية قلتلكم كبيرة، فصار قوام يعني صار حجم الكيك كتير رفيع عندي، فما احتاج كتير وقت. بأثناء قمت عملت، حطيت معلقة قهوة سريعة الذوبان، وحطيت كمان كاكاو، وسخنت حليب على النار حطيته، وحطيت هاي البسكوتي هي موجودة بتركيا صبايا كتير 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 طيبة، بيجي طعمها مثل سنيكرز هيك شوكولاتة بقلبه كراميل وفستق، عن جد كتير كتير طيبة بنصحكم فيه. بالنسبة للكيك صبايا أنا ما شاركتكم كيف قطعته وزينت، لأنه قبل أنا عاملة هذا الفيديو سابقا، عندي فيديو سابق كيف بقطعه وكذا وهذا. فجبت انا صحن هيك على شكل دائره، طلع عندي تقريبا حاولت انه قيس يطلع عندي 3 دوائر عرفتوا كيف، بقلب الصينيه شفت قلت لكم انا عملت الصينيه كبيره لحتى اعمله طبقات، فقستهم 3 دوائر قطعتهم
بعدين حطيت، بحط على طبقة كريمة، طبقة موز، بعدين بحط طبقة الكيك. عرفتوا كيف؟ طبقة، برجع بحط طبقة كريمة، طبقة موز، انت الفواكه اللي بتحبوه، انا بحب الموز اكتر شي. فهيك كان الشكل النهائي. حتى طبعا انا ما كان بدي هاد، عرفتوا؟ كنت حابة اجيب ملون طعام وهيك ارسم بالكريمة، هيك يحط قلوب صغيرة بيطلع كتير كتير حلو، لكن زوجي نسي ملون الطعام وعملت هيك هذا الشكل، لكن طعمه كتير 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 طيب. بعدين لبسنا وطلعنا حتى هيك نشم هوا، كان زوجي هون وقربت وقت صرفته، فأنا بروح وبنرجع سوا أنا وبنتي وزوجي. عرفتوا كيف؟ وهو بيشتغل هيك قريب من بيتي كتير. وهون بعد ما رجعنا على البيت كنا جوعانين، يعني جوعانين بس بدنا شيء خفيف، عرفتوا؟ فأنا هاي طريقة الأندومي كتير 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 وبحبها كتير طيب، عن جد. حتى جوزي كتير كتير بيحبها، مع أنه ما بيأكل أندومي، لكن هاي هيك بيحبها كتير. فقلت أعملها أنه هيك عند هيك مثل عشاء تقريبا، يعني نحن مفطرانين ومتغدين متأخر، فجعنا شوي، فأنا هاي أنه خفيفة. فحطيت مي، اول ما غلت المي حطيت تقريبا ملعقه ونص دبس بندوره، وحطيت ملعقتين جبن دهن، عرفتوا؟ حركن كتير منيح لحتى يدوبوا كلياتهم، الدبس بندوره والجبن. طبعا صبايا معالق كبيره دبس بندوره والجبن، مو معالق صغيره طبعا من الاكل، لا المعالق الكبيره. اول ما تغلي المي بجيب حط اندومي. انا هون حطيت، شايفين انا هون مكتره مي، لانه ليش؟ القوام السائل حيكون سميك، عرفتوا كيف؟ مع الجبنة والدبس بندور رح يكون كتير كتير سميك. وحطيت 4 اندومي، لانه هدول الاندومي مو مثل الاندومي السوري، ما بعرف كيف، بس ما بينفشوا او هيك، ما بعرف كيف يعني طعمتهم. فحطيت 4 اكياس اندومي، وحطيت بهارات الاندومي، كتروا لحد تطلع كتير كتير طيبة ولحد ما بيبين فيها. وحطيت لها كمان صويا صوص، بيعطيهم طعم كتير 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 طيب. واهم شيء صبايا تحركوا المعكرونه مع المعكرونه الاندومي، مو معكرونه عاديه، تحركوها مع الدبس بندوره والجبن والبهارات والصويا صوص كتير منيح لحتى تمتص البهارات، ما يصير طعمه هيك، ما بعرف كيف. حركوها كتير منيح مع بعضها وبتتاكل سخنه، بس بردت شوي ما بتعود طيبه ابدا. طبعا وانا عم عبي الاندومي عبيت الغاز، فمسحته فورا لحتى ما يضل شيء، لانه خلص يعني هلا صار ليل وقت النوم، ما بدي اقوم اشتغل. اشتغلت كتير اليوم بالبيت، في كتير طبعا شغلات ما صورت، انا صورت كل هيك شغلات خفيفه مشان ما يطول الفيديو عندكم اكثر. ولهون بكون وصلت لنهايه الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد انا بنزله. ما تنسوني كمان من اللايك والتعليقات الحلوه، وبامان الله تضلوا بخير.